الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية رواد الأعمال. مثل ما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجلا مميز، ومن زاوية رجال الأعمال الأكثر تميزا والأكثر كفاءة، رحبوا معي بالأستاذ رامي صاحب شركة كيوب لأعمال لصناعة أعمال الخشبية وأعمال الديكور. بداية أسعد الله أوقاتك أستاذ رامي. الله يسلمك يا ميد، أهلا وسهلا، شرفتونا. الله يزيدك، مرحب فيكم بالجمهور الكريم. طبعا بالبدايه احنا فخورين جدا انه موجودين داخل الشركه الخاصه بحضرتكم. الان بنحب نتعرف عليك ونعرف الساده المشاهدين اكثر بحضرتك وعن بدايه حياتك العلميه والعمليه، ولما جيت على الامارات كيف بلشت البزنس معك؟ تفضل. الله يسلمك. اول شيء اسمي رامي عمر، اركيتكت. يا اهلا وسهلا. جينا انا خريج 97 ف طبعا تخرجنا ومباشرة سافرت على السعودية، قضيت بحدود أشهر، بس قررت أنه أجي على الإمارات صراحة. يعني حسيت هي أرض الفرص، وكلها نسمع عن الإمارات ونسمع عن دبي وأبوظبي والإمارات كلها، فتحمست وحسيت أنه للناس اللي عندها أفق وعندها فيجن هي الموقع الصح صراحة لحتى الواحد يبدأ فيه. فجيت تقريبا بنهاية 97 ببداية 98 بلشنا بموضوع الاستشارات الهندسية أشهر، بس ما حسيت هذا الشيء اللي بدي إياه، بدي شيء في تجدد، في أكشن. فتوجهت للديكور. الديكور إله ميزة إنه دائما في شيء جديد، مشاريعك بتبلش وبتخلص بفترة زمنية سريعة نسبيا مقابل الأبنية والموضوع الاستشارات الهندسية. فبلشت بشركة ديكور لل 2004، نفذنا كثير مشاريع مهمة معهم، طبعا أخذنا الخبرة منهم. وقررت أعمل أخذ ريسك، بس ريسك مدروس، لنفتح شركتي الخاصة. تعرف في الأخير مهما أنت اشتغلت يعني بيكون في لك رؤيه، في لك طريقه تنفيذ، في طريقه شغل معينه، هيدا الشيء ما فينك تنفذه غير بشركه لإلك. فقررنا نبلش. كان معي مجموعه من الشباب، بلشنا فتحنا بال 2004، وبصراحه كانت بدايات يعني ما لنا سهله ابدا، لانه انت ما انك فاتح براس مال كبير، انت فاتح بمجال في منافسه شديده بصراحه. صحيح. فلا تثبت حالك بهيك مجال بده شغل كتير، بده تعب شديد. يعني فينا اقول لك اول 4-5 سنين كان في تقريبا 20 ساعة شغل باليوم. 20 ساعة كنا فيها نحن من مهندس الموقع للسيلز للدرايفر اكزاكتلي. كنا نقص خشب بايدينا. طبعا انا مبسوط بفتخر بهذا الشيء. طبعا هذا الشيء اكيد يعني وانا بعتبره سر من اسرار النجاح، لانه انت لما بتدخل بكل مجالات الشركه وبتعرف كل تفاصيلها، بتعرف مشاكل من اللي بيعمل الكوفي والتي للي اكبر شخص بالشركه، بتعرف مشاكله وبتعرف بتحس فيه، لانه اذا انت قاعد ورا طاولتك ما بتحس بالناس اللي عم تشتغل. فبعتبر هذا سر النجاح، وخلى الناس يعني خلينا كلياتنا نشعر يعني نشتغل كفاميلي، ما في بوس، ما في صغير، ما في شخص كبير. هي انا بعتبرها هي سر كبير من اسباب النجاح والتطور. تمام. زي ما بنعرف كلنا انه النجاح يولد من رحم المعاناه. اكيد. اكزاكتلي اكزاكتلي. فبلشنا بال 2004 والحمد لله هلا عم نحكي بال 2021. كم سنه هذول؟ بطلت احسب. ايه تقريبا. فالحمد لله تطورنا كثير وبلشنا بشركه صغيره كثير بالقوز، وكل سنه سنتين نتطور ناخذ وصلنا لهون لحتى صار عندنا يعني اور اون بيلدينج ومصنع، لان وصلنا تقريبا حوالي 500 شخص. برافو عليك. كنا بلشنا بست اشخاص انكلودينج مي، فوصلنا لهيك عدد يعني بعتقد خلال مش ما في قفزات، يعني كان في تطور صحي. فانا هاي كثير نقطه مهمه يعني
بدها تكون تطور صحي كتير. يعني القفزات الكبيرة بتخوف. يعني انت لتكون عم تدرس شغلك صح لازم يكون في تطور منطقي. صحيح. وبلشنا الحمد لله وهلأ صرنا عم ناخد مشاريع كبيرة. يعني عندنا مشاريع ضخمة مع سواء مع الحكومة أو مع القطاع الخاص. احنا السؤال اللي راح نتطرق له هلا استاذ رامي على خدماتكم اللي بتقدموها للمجتمع الاماراتي وغير الاماراتي، وخلينا نعرف المشاهدين اكثر عن كيوب. كيوب هلا لما بنقول ديكور، ديكور مجال كبير كثير واسع. صح. عندنا ميزه نحن انه كل شيء له علاقه بالديكور بيتنفذ عنا بعمالنا بشبابنا، وهيدا الشيء بيأثر كتير المسافة بيننا وبين الزبون على صعيد الكواليتي، على صعيد التايمينج، صعيد السرعة بالتنفيذ ودقة التنفيذ. فكيوب عمليا تشتغل كل شيء له علاقة بأعمال الديكور، من يعني خلينا نقول الديكور الداخلي اللي هو بيشمل كل شيء انت بتشوفه بأي منشأة انت داخلها، من الاعمال الارضيات، الخشبيات، الجدران، اللايتنج، كل شيء له علاقه بتشوفه انت بداخل المبنى من A to Z. برافو عليكم. طيب خلينا نتعرف على ابرز المشاريع اللي تم انجازها من خلال طبعا احنا عندنا مشاريع كثيره، في مشاريع صغيره، في مشاريع متوسطه، في مشاريع كبيره، بس خلينا نقول كاسماء زباين كلاينتس مهمين، وهني هاي الكلاينت تعطيك فكره الليفل اللي احنا بنشتغل فيه. طبعا احنا شورت ليستد بالليست تبعت اعمار، فعندنا 40 50 محل بدبي مول هدول مشتغلينهم، عم نحكي هاي اند براند. مشتغلين طبعا مع شرطة دبي، الاداره العامه مشتغلين، عم نحكي ديكور كامل داخلي مع طيران الامارات كبزنس كلاس لاونج، وكثير مشتغلين لإلهم اعمال برات الامارات حتى لطيران الامارات، اوتيلات كثير. بعطيك شويه اسماء مهمه، يعني مثل فيرمونت كومبليت فيت اوت فروم اي تو زد، مشتغلين مستشفى الامل لوزاره الصحه، مستشفى الامل التخصصي. ففي الحمد لله يعني هاي المشاريع الصغيره والكبيره بتعطيك فكره، وعم نحكي نحن كمقاول فيت اوت رئيسي مش سب كونتراكتر. الله يسلمك. في كنتري وبالوطن العربي كامل، وان شاء الله توصلوا العالمية لانكم بتستاهلوا وبتستحقوا تكونوا ناجحين. الله يخليك. تسلم استاذ رامي. الان في سؤال كثير مهم كبزنس مان وكخلينا نحكي كخبير في سوق دولة الامارات. هلا بنعرف انه في دبي هون، بلاش نحكي بالامارات كاملة، دبي في اكثر من شركة بتقدم اعمال الديكور من الاي تو زد. فاحنا كيف قدرنا نثبت وجودنا خلال السنوات الماضية 17 سنة من التطور والنجاح من التميز من الكواليتي اللي بنقدمه للكلاينت تبعونا، كيف بدنا نقنع مجتمع كامل بكيوب بالرغم من المنافسه الشديده والشرسه؟ هلا هو خلينا نقول في عده اسباب. طبعا احنا لما فتحنا ب 2004 انت قلتها، يعني كان في كثير شركات مثلنا وعندها امكانيات ضخمه. انا بعتقد من اهم الاسباب هو الاداره دائما موجوده بكل مكان. يعني نحن سواء انا كصاحب شركه او ك ام دي او كتيم معي من هاير مانجمنت، تلاقيهم بالسايت، تلاقيهم مع الزبون، تلاقيهم مع العمال، تلاقيهم مع مدراء المشاريع، مشاركينهم بكل مشاكلهم. بعتقد اسلوبي بطريقه الاداره اللي هو ما في بوس، في فاميلي، منشارك بعضنا بمشاكلنا الشخصية ومنحاول نحلها، ومنشارك بعض مشاكل الشغل ومنحاول نحلها. فبتحس انت لما جاي على شغلك كموظف ولا كأي شخص بحس حاله اونر، فبيخاف على مصلحة الشركة اللي كلياتنا يعني عم نشتغل فيها اكثر من اي حدا تاني. هاي نقطة كتير مهمة ساعدتنا. والنقطة التانية اللي بيجي على كيوب بصراحة، انا هاي سمعتها من كثير ناس هون بتشتغل، بيشعروا بالامان نتيجه انه في استقرار. يعني الشخص اللي بيجي لهون بيقعد سنوات. يعني انا في عندي ناس بكيوب صار له 15 سنه، الجدد 4-5 سنين، الجديد 4-5 سنين، حتى الجديد اللي بيجي يعني اللي مثلا في كم مهندس توظفوا من كم يوم قالوا لي اياها، قالوا لي احنا شفنا رفقاتنا عندك صار لهم 10 و12 سنه و8 سنين.
فهذا الشيء بيعطي استقرار. الاستقرار بيعطي الراحة واللي هي بتنعكس اوتوماتيك على الشغل. بالضبط، وبعطي ابداع للمهندس نفسه انه يبدع بعمله. تماما تماما. كان فينك تعمل يعني عمليه بيكون لما شخص تنشن دائما، انا ما نعرفان شو بدي اساوي، هل انا راح ضل؟ لا، لما بيكون هو مستقر راح ينعكس ايجابا على الشركه. بالضبط. فراح ينعكس على الكواليتي، راح ينعكس هو لما الكلاينت بيشوف شاب عندك عم بيشتغل بالسايت بيشوفه مرتاح، هو بيرتاح لشركتك. صح. بصير هو ريكومند يو. يعني تخيل نحن كيوب 17 سنه ما عندنا سيلز، نحن بنعتمد على الزباين، هني اللي بيجيبوا لنا الشغل. صحيح. فانا بعتمد بشغلي اساسا على ريبيتد كلاينت. صحيح. انا بعمل له هاي الشغله، هو حتما راح يضل مع كيوب، وراح يصير في اخطاء، ما في شغل بيرفكت، بس انت كيف تحل الاخطاء وتحل المشاكل باقصى سرعه وما تاثر على الوقت، الكلاينت اوتوماتيك راح يجي لعندك مره ثانيه، وهو هي ريكومند هيز فريند. سو ما في داعي لسيلز. برافو عليك، برافو عليك. نغلي. من هل الاعلى ان شاء الله. تسلم استاذ رامي. الان كبزنس مان وين بتشوف حالك بعد 5 سنوات من الان؟ شو هي الخطه الاستراتيجيه لك ولشركتك؟ والله بالنسبه لي دائما في تحدي بيني وبين الشركه لموضوع الكواليتي. يعني دائما كيف التليفون الموبايل كل سنه بشيء جديد، تقعد انت بدك تكون حفظت البروجرام تبعه وتحفظ، جاك بروجرام جديد بدك ترد من اول جديد تبلش. انا بعتبر حالي دائما عم بلش من اول جديد من زيرو دائما، وبالتالي دائما بعتبر حالي بتحدي لنواكب اخر تطورات. سواء نحن بشغلنا في كثير اكسسوارز، نحن بنبعث الناس تبعوتنا لبرا شوفوا شو في معارض جديده، شو في اكسسوار جديده بيجيبوها، هاي بتنعكس على الكواليتي. شو في تكنولوجيا جديده بنبلش فيها وبنتعلمها لنضيفها على شغلنا لحتى نقدر نثبت حالنا قدام زبون وقدام انجنا قدام حالنا اول شيء. فلذلك دائما موضوع تطوير الماشينز، يعني هلا نحن من حوالي شهرين ثلاثه تقريبا نص الماشينز طورناها ديجيتال. في قصص كتير نازله بالسوق بنشوفها عم ننزلها ونشتري الماشينز تبعتها، هي استثمار. بس هيدا الشيء بفيدك، يعني ما ببين الشيء هلا بس ببين بعد اشهر. فانت دائما بدك تستثمر لشيء بعد 4-5 شهور ليجيك. فهي نقطة بعتبر حالي في دائما عندنا تحدي مع الكواليتي، تحدي لنلاقي التكنولوجيا الجديدة لا نطور موضوع الشغل، لأنه بالبلد كل الناس تعرف تشتغل، كل الناس شاطرة. صحيح. اللي بيفرقها عن بعضها هي الالتزام والكواليتي بصراحة. صحيح. برافو عليكم، إن شاء الله بنشوف كيوب بالوطن العربي كامل. إن شاء الله. إن شاء الله. أتمنى. الآن إحنا عايشين بدولة الإمارات، بتعرف دولة الإمارات رقم واحد بالعالم في عام بالأمن والأمان، بالرفاهية، بالبيئة الاستثمارية والسعادة أيضاً. فبدنا رسالة شكر بسيطة لشيوخنا وحكامنا الكرام من شركة كيوب ومن الأستاذ رامي كصاحب الشركة. لشيوخنا الكرام نبدأها من رئيس دولة الإمارات سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، أطال الله في عمره. إن شاء الله. بصراحة يعني هاي فرصة مناسبة جداً لإلي إنه تكون هيك نعبر عن الشكر والامتنان، لأنه هاي الإمارات هي بلد الفرص، وهالشيء ما إجا من فراغ، إجا من تعب شديد متواصل وجهد ورؤية كبيرة لحكام الإمارات. الشيء اللي وصلوا له هون، أنا بصراحة يعني مش لأنه عايش هون مجامل، كل عام تحكي يعني، ما الشيء اللي وصلت له هون الإمارات تتمناه كل الدول المتطورة بأوروبا وبأمريكا والدول العالم الثالث. بصراحة يعني نحن لما اجينا بنشوف كثير الموضوع الفيجن لحكام الامارات، انا كيف بتشوف مشاريع ضخمة بمجالات متعددة بس ما بتعرف شو الترابط بيناتها. بتجي انت طب ليه هذا المشروع عم يعملوه هون؟ بتحس انه ليش؟ بتكتشف بعدين انه مترابط مع قصة هون، مترابط مع قصة هون، بيعملوا شبكة مع بعض تعمل انجاز رائع بالتكامل، كل القطاعات تتكامل مع بعضها. هذا الشيء انا ما شفته باي مكان، انا مسافر كثير يعني ما ترك تقريبا بلد بالعالم الا رايح لي وقاعد فيه اشهر،
ما شفت مثل الرؤية اللي صارتهم بصراحة، وهذا الشيء اللي شجعني اجي من السعودية لهم. اذا كمان بدي اعمل تنويه بسيط، لا خلينا نحكي الاكسبو، يعني شو تعرف على الاكسبو؟ اعطيك بس لك اكسبو. انا عم حضر له من وقت اكسبو ميلانو، رحت على ميلانو الاكسبو الماضي كان بميلانو، قعدت تقريبا حوالي اسبوعين وبهرنا واو، وقعدنا يعني درسنا كل تفاصيل لا هيدا الاكسبو، لانه الحمد لله كان عندنا شغل منيح باكسبو بدبي هم. بس بعد ما بتشوف اكسبو دبي مع احترامي لاكسبو ميلانو بتقول انه يعني ما بيجي 10% من الشيء اللي الانجاز اللي صارهم. لما كنا ننزل على اكسبو وعملنا بشغلنا نقول يعني تحدي كبير جدا، يعني انت جزء من الصحراء، ما في حتى كهرباء، ما في مي، خلقت فيه كل هالمنشآت هاي بتتكامل مع بعضها، شيء معجزي بصراحة. بالضبط صراحة معجزي حضاري. شيء لا يصدق. وانا بصراحة يعني هني دبي صعب المهم كتير على اكسبو الجاي باليابان، مهم صعب كتير لحتى يوصلوا قريب شوي على اكسبو دبي، فما شاء الله دائما دبي السباقة. صحيح، ولهذا السبب طبعا من قناة ABC العربية بنتشكر الشيوخ وحكام دولة الامارات والحكومة الاماراتية ايضا، شكرت استاذ رامي لاستقبال الرائع. الله يخليك يا رب، احلامك الحلوة ان شاء الله من نجاح الى نجاح ان شاء الله. شكرا على حسن الضيافة وعلى استقبال الرائع. ان شاء الله بنشوفك باعلى المستويات. شكرا لكم، شكرا لقدومكم لهون، وان شاء الله نتمنى نشوفكم ونشوف ناس معاكم كمان بإنجازاتهم الرائعة، لأنه البلد هاي بلد الإنجازات. بالضبط، إن شاء الله. شكرا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. كان معنا الأستاذ رامي صاحب شركة كيلو لصناعة الأعمال الخشبية وأعمال الديكور. بتشكرك مرة أخرى، دمتم بخير وفي أمان الله.